السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا الدمديني من قناة مستر رضا التعليمية. على بركة الله نبدأ ونقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة خلاصة الجرامر، خلاصة سنين طويلة من الخبرة. اوعى تروح في أي مكان، تعال معي. الجملة في اللغة الإنجليزية بتنقسم إلى نوعين اتنين، يا إما جملة عندي مبنية للمعلوم اللي احنا هنسميه active، يا اما جمله مبنيه للمجهول اللي احنا هنسميها باسيف. اوكي، شغلنا الاساسي على الجمله المبنيه للمعلوم. الجمله المبنيه للمجهول مش هتقابلنا اعتقد قبل ثانيه اعدادي، فشغلنا الاساسي دلوقتي على الجمله المبنيه للمعلوم. من ضمن الازمنه بتاعتي اللي احنا هتقابلنا، الازمنه الاساسيه بتاعتي اللي هي مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، مستقبل بسيط ومستقبل تام. شغلنا الاساسي على هذه الازمنه. خلاصه الكلام ايه يا مستر رضا؟ تعال معايا. لو انا دلوقتي عندي من ضمن الافعال المساعده اللي احنا خدناهم ال 11 فعل مساعد، واتمنى اللي ما شافش الحلقه بتاع المره اللي فاتت يشوفها، هتظهر له الرابط هنا دلوقتي. am is are was were has we have had do does did، وحاجة اسمها الافعال الناقصة اللي من ضمنها will would can could shall should may might، واحنا نختصرهم في will وcan بيشتغلوا نفس المعنى. طيب تمام، طب خلاصة الكلام ايه يا مستر رضا؟ اوكي، انا دلوقتي لو عندي am، لو عندي is، لو عندي are، والماضي منهم was، والماضي منهم where. اوكي اوكي، لو انا جالي دول في الجمله كده وجالي مع هذه الهيلبنج فيربس verb، لو جالي verb، لو جالي فعل، لازم 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 احط لهذا الفيرب ing. دي خلاصه سنين. يعني ايه بس رضا؟ يعني لما يجي لك am is are was where لازم تحط للverb ing. اوعى تحط ing مع has و have و had، اوعى تحط ing مع do does و did، اوعى تحط ing مع will و can. اوكي اوكي، طب يا مستر رضا، طب ممكن حضرتك تسهلها لنا شويه؟ احنا عارفين ان حضرتك ممكن تسهلها لنا. شوف يا سيدي، انا دايما بقول ان الام والاز والار والواز والوير عاملين زي الشمس. زي الايه؟ ها، زي الشمس. يعني ايه يا مستر رضا؟ تخيل نفسك حضرتك واقف في الشمس، هنفترض مثلا اللامبه دي، اوكي، لامبتي شمس، اوكي، اكيد انا اعتقد ان انا ليا ظل وخيال اهو. هنفترض ان الام والاز والار واز وير، ها، عامله زي الشمس. ينفع حضرتك تبقى واقف في الشمس وتبص كده ما يبقاش ليك ظل وخيال؟ الظل والخيال بتاعك في هذه الحاله هو الاي ان جي. يبقى انا دلوقتي دايما الاي ان جي هتتبع الام والاز والار والواز والوير. اوكي، هو ينفع تبقى واقف في الشمس من غير ما يبقى لك ظل وخيال في حاله واحده بس، اللي انت تبقى عفريت. واعتقد ان حضرتك مش عفريت. اوكي اوكي، يبقى خلاصه الكلام ايه؟ ان انا عندي ام از ار واز وير ومعايا فعل، هذا الفعل لازم يكون اي ان جي زي ظل بالظبط، زي ظل بالظبط. يبقى ده بيتبع ده في اي مكان. يبقى انا دلوقتي لو جالي هاز وهاف وهاد مش هقدر احط اي ان جي، مستحيل. لو جالي دو داز وداد مستحيل احط اي ان جي. لو جالي ويل وكان مستحيل احط اي ان جي. اوكي اوكي اوكي، طيب كمان سؤال، نقطه بسيطه، ينفع يا مستر رضا استخدم am is are was were وفعل بدون ing؟ قلنا لا. طب ينفع استخدم am is are was were بدون فعل؟ اه، زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت، هيبقى اسمها فعل يكون. يبقى اسمها فعل ايه؟ اسمها فعل يكون. I am a teacher. I am from Cairo. He is a boy. وهكذا. تمام؟ هذه بدون فعل. لكن لو جه فعل خلاص. خلاص اوكي، مستر رضا علمتها لنا، خلاص فعل، يبقى لازم اي ان جي. برافو عليك. اوكي، تعال شوف المثال ده كده وهتقدر تحله ولا لا. لو انا قلت شي از، اختار يا ترى كوك ولا كوكت ولا كوكينج. حضرتك علمتنا يا مستر رضا، خلاص دي ثوابت في اللغه، دي ثوابت في اللغه، ما اقدرش احيد عنها دلوقتي.
عندي ام واز وار زي الشمس. اوكي طبعا احنا مش هنخوض في الازمنه، يعني كل زمن من الازمنه ده ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنخصص له حصه كامله او فيديو كامل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. فانا دلوقتي بقول الخلاصه، بيقول لي ان شي از يا ترى كوك ولا كوكت ولا كوكينج. خلاص يا مستر روح وراك علمتنا، ما دام جالي از يبقى عامله زي الشمس، هتدور على الظل، هتشوف الظل اللي بيمشي وراها فين، هنا في اي ان جي لا، في اي ان جي لا، في اي ان جي، يبقى على طول الاختيار بتاعي كوكينج، يبقى شي از كوكينج. اوكي اوكي شوف المثال الثاني، ذي ار يا ترى ريد ولا ريدينج ولا ريدز. اوكي مستر رضا حضرتك علمتنا، والتكرار بيعلم الشطار. فانا عندي دلوقتي ار، ادي ار اهي، ها عامله زي الشمس، برافو عليك، ها تمام، عايزه ظل وخيال، والظل والخيال بتاعي اسمه اي ام جي، يبقى وانا مغمض هختار ريدينج، يبقى they are reading English. اوكي اوكي ما تنساش بقى كده، الموضوع بالنسبه لك بقى سهل جدا جدا جدا. تعال نشوف الخلاصه الثانيه. الخلاصه الثانيه مع الافعال المساعده، بعد ما خدنا الام والاز والار والوز والوير، هنخش على الهاز والهاف والهاف، مجموعه مع بعضها، يعني انا بقسمها مجموعات، دي مجموعه اوكي، ان كانت هتبقى مضارع مستمر ها او ماضي مستمر، هنا هاز وهاف وهاف، تبقى مضارع تام وماضي تام. الهاز والهاف والهاد خلاصة الكلام فيها ان هي لو جه معاها فعل، لو جه معاها ايه؟ ها؟ verb فعل، لازم هذا الفعل يكون في ال PP او في ال past participle او التصريف الثالث للفعل. زي ما احنا عارفين ان الفعل عندي ممكن يبقى في التصريف الاول او ممكن يبقى في التصريف الثاني او ممكن يبقى في التصريف الثالث. عندنا الهاز والهاف والهاد لو جت كأفعال مساعدة لازم الفعل معاها يكون في البي بي أو في الباست بارتيسيبل أو التصريف الثالث للفعل، وده هيبقى له فيديو كامل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. تمام خلاصة الكلام إيه؟ خلاصة الكلام إن لو جالك هاز وهاف وهات، أوعى تحط للفعل أي إن جي، وأوعى تسيب الفعل في المصدر، لازم تحط الفعل في التصريف الثالث للفعل. تعالى نطبق اللي احنا خدناه. بيقول لي هي هاز، خلاص يا مستر حضرتك علمتنا ان ما دام لك هاز وهاف وهاد لازم يكون الفعل في التصريف الثالث للفعل. فبيقول لي هي هاز، ها التصريف الثالث ايه؟ يا ترى فيزيت ولا فيزيتنج ولا فيزيتد؟ اكيد حضرتك عارف ان هي فيزيتد. طب امتى اختار فيزيتنج؟ خلاص عرفنا لو جالي ام واز وار ووز وير، وامتى اختار فيزيت زي ما انا هقول لك دلوقتي. اوكي وي هاف بلاي بلاينج بلايد فوتبول. اوكي عندي يا مستر وي هاف، اوكي يبقى انا عايز تصريف ثالث، بلاي مش تصريف ثالث، بلاينج مش تصريف ثالث، يبقى اختار بلايد. لو انا شلت هاف دي وحطيت مكانها ار هتبقى وي ار. خلاص يا مستر رضا حضرتك علمتنا، انا مش هغلط فيها ابدا. الام والاز والار عامله زي الشمس، والجمله مبنيه للمعلوم، يبقى وي ار ها بلاينج لو انت عندك الفعل ار. اوكي اوكي تعال نشوف الخلاصه الثالثه. الخلاصه الثالثه سهل الموضوع، ما هو صعب صدقني، مش عارف الناس بتصعب الانجليزي ليه. الانجليزي دايما انا عندي مبدا اللي هو 1+1=2، من غير فلسفه، اقصر طريق لفهم الطالب اللي انت تبسط له المعلومه. اوكي لو انت عايز المعلومه معقده، لو انت عايز المعلومه كبيره شويه، هنقدر نوصلها لك، بس في المرحله اللي احنا بنقول عليها ديت احنا بنتكلم ببساطه. افهم معايا اللي جاي. الخلاصه الثالثه ان حضرتك لو عندك دو او عندك داز او عندك ديد او عندك ويل او كان واخواتها زي ما احنا قلنا، خلاصة الكلام سواء كان سؤال على سبيل المثال او كانت جملة منفية don't او doesn't او didn't، اوكي وعندك فيه فعل، وعندك فيه ايه؟ ها فعل، هذا الفعل لازم يكون في المصدر، لازم يكون فين؟ ها في المصدر. ايه يا مستر ايه ده المصدر دي؟ اقول لك المصدر هو المصدر يعني انفينيتيف.
طب يعني ايه برضك ونص رضا المصدر؟ انا مش فاهم اصلا، مش بقول لك قولها لي بالانجلش، لا انا عايز اعرف يعني ايه مصدر اصلا. شوف يا سيدي، المصدر انا بقول هو فعل بدون اضافات. تمام خلاص يا مستر، هو فعل بدون ايه؟ ها اضافات. الله، طب يعني ايه اصلا يا مستر رضا، يعني ايه اصلا اضافات؟ اضافات هما حاجه من الاتي، بي ام اس واخواتها اللي هي اي اس او اي اي اس، يا اما الاضافه الثانيه دي واخواتها اللي هي دي او اي دي او اي اي دي، او الاضافه الثالثه اي ان جي. هم دول الاضافات اللي موجوده في اللغه الانجليزيه. اوكي، يبقى الانفينيتيف بتاعي او المصدر بتاعي هو فعل بدون اضافات، والاضافات زي ما احنا قلنا وعرفنا وتعلمنا الاضافات هي الاس واخواتها الاس اي اس اي اي اس، او الدي واخواتها الدي او الاي دي او الاي اي دي، او الاضافه الثالثه اللي هي الاي ان جي. يبقى الفعل في المصدر هو فعل بدون الحاجات دي زي ما هو كده. يبقى بلاي يبقى زي ما هو بلاي، جو يبقى جو، اوكي، فيزيت يبقى فيزيت، ريد يبقى ريد، وهكذا. اوكي، يبقى ديل دو داز ديت في السؤال، او don't doesn't didn't في النفي، يبقى لازم يكون الفعل في المصدر. اوعى تستخدم مع do does did فعل في ing، اوعى تستخدم مع do does did فعل في التصريف الثالث للفعل، اوعى تستخدم مع will وcan فعل في ing، اوعى تستخدم مع will وcan فعل في التصريف الثالث للفعل. دلوقتي عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك الاستاذ رضا ما بيعرفش حاجه، ده انت هتقابل جمل قدام فيها تصريف ثالث. حاضر استاذ رضا، علمها لنا ايه هي؟ ان هي هتكون الجمله مبنيه للايه؟ للمجهول. برافو عليك، بس دي قدام شويه. تمام خلاص يا مستر رضا، يبقى خلاصه الكلام ايه؟ دو داز ديد سؤال او نفي، ويل وكان جمله او سؤال او حتى نفي. بعد كده لازم الفعل بتاعي يكون فعل في المصدر، والمصدر هو فعل بدون اي ايه؟ اي اضافات زي الاس الدي و الاي ان جي. تعالى نطبق اللي احنا خدناه علشان نثبت المعلومه. اوكي نلخص. اوكي، ام از ار ووز وير ومعاها فعل، الفعل ده لازم يكون في الاي ان جي. هاز وهاف وهاد ومعاها فعل، الفعل ده لازم يكون في البي بي. Do does that will we can ومعاه فعل، هذا الفعل لازم يكون في المصدر. خلاصة، خلاصة سنين، صدقني مش هتتعب إن شاء الله. Number one. Okay. She didn't. أهو. Do does that فعل لازم يكون فين؟ في المصدر. أوكي تمام. يبقى she didn't وإحنا قلنا مصدر يعني فعل بدون أي إضافات. يا ترى eat ولا eating ولا eats؟ مستر رضا خلاص حضرتك علمتنا، اصلا انا كده كده مش هختار اي ان جي لما يكون اند ام از ار ووز وير، يبقى دي غلط. اوكي، وادي ايتس didn't لازم مصدر، يبقى مفيش اس، يبقى قالي ايت. اوكي فيري جود. نمبر 2 they are، خلاص يا مستر رضا ام از ار ووز وير عامله زي ها الشمس، لازم لها ضل وخيال، والضل والخيال بتاعي اسمه اي ان جي، يبقى they are ها flying a kite. Okay, very good. We will. Allah will. Will. They do. Does. Did. لازم بعدها infinitive فعل في المصدر. أدور على مصدر. مصدر بدون إضافات. بدون ing. يبقى دي غلط. بدون s. يبقى دي غلط. يبقى we will huh? meet you. Okay, very good. He doesn't. نفس الحكاية مع didn't. اوكي، يبقى he doesn't عايزة فعل في المصدر، والمصدر فعل ما فيهوش ing وفعل ما فيهوش s، يبقى فعل في المصدر، يبقى he doesn't read English. I have have has و have و had لازم معاها verb في ال pp او في ال past participle، يعني لازم تصريف ثالث، وطبعا ده له شغل قدام ان شاء الله. يبقى I have written English. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى إن هي تكون عجبتكم ونالت رضاكم. استنونا اللي جاي أجمل وأحلى إن شاء الله بإذن الله رب العالمين.
لو عجبك الفيديو بتاعنا لو سمحت اعمل لنا اشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، لان احنا لسه عندنا الجديد. كان معكم مستر رضا الدنديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.